عادت الحياة تنبض من جديد في الدوحة. فبعد الإعلان الحكومي عن تخفيف القيود التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا، امتلأت الحدائق بزوار. عودة لمظاهر الحياة تدريجيا في الأماكن العامة بالدوحة. تفرض السلطات على الجميع الالتزام الكامل بقواعد التباعد ولبس الكمامات، ليس فقط في المناطق المفتوحة بل والمغلقة أيضا. فالجميع انتظر طويلا للخروج في نزهة قصيرة. هنا تلتزم الأغلبية بالحفاظ على التباعد الاجتماعي. بعد 3 أشهر الأطفال في البيت، الأطفال في البيت بدون دراسة، يعني الدراسة عن بعد، يعني مش مثل الدراسة في المدارس، وبعدها الإجازة، يعني حتى الأطفال ما حسوا أنهم إجازة. والحين الحمد لله بعد هذه القرارات يعني الحكيمة إن شاء الله انفرجت، والحمد لله وإحنا طالعين ونتنزه مع الأطفال، وحتى الأطفال غيروا جو ما شاء الله. مرحبا بكم، اشتقنا لزيارتكم. كتبت هذه العبارات في جميع مداخل المجمعات التجارية ترحيبا بالزائرين بعد طول انقطاع. هنا لا يسمح للأطفال بالدخول. إبراز تطبيق احتراز عند مدخل المحلات وقياس درجة حرارة الزوار أمر أساس. بخصوص موضوع افتتاح المولات الفترة هذه، أنا مع القرار هذا اللي صار، طبعا مع الضوابط اللي صارت، طبعا في عند أغلب المداخل في أجهزة كشف الحرارة والسكيورتي اللي موجود عند الباب يسألك على موضوع الاحتراز، والأطفال الصغار طبعا ما يدخلون. تخفيف الإجراءات لا يعني انحسار الفيروس، كما لا يعني انتهاء مرحلة الخطر. والعودة إلى التشدد أمر وارد في حال تفشي العدوى مرة أخرى، هذا ما أعلنته وزارة الصحة القطرية، ليبقى البحث عن علاج نهائي المخرج الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها. وهيبة بوحلايس، العربي، الدوحة.